Now we're starting a part of the fun sector of today. Yasser Shaker. Yasser Shaker is a very old friend. He's a very known optimistic person, I have to tell you. The brief about him is author, coach, and a sparker of motivation and productivity. I loved the title, Yasser. He is the CEO of Optimistic Spark Center. He specializes in emotional intelligence, EQ. He is a leader in science of optimism. And he's a muhadir fi ilm al-nafs al-ijabi. But today, he'll be speaking to us together for further. Hello, Yasser. Thank you for being here. عايز اشرح لكم ازاي الواحد يقدر يتعامل مع المشاكل النفسيه بتاعته. ناس كتير قوي بتسالني بتقول لي احنا النيجاتيف ايموشنز عاليه جدا سبيشلي في الافكار والظروف اللي احنا فيها دلوقتي. ف اي روت تكنيك اسمه ستامب تكنيك. ستامب تكنيك ستاندز فور سبوت توك اكت موتيفيت بروموت. فأشرح لكم قصة ستام تكنيك بتتكلم على إيه. لو أنت عندك أي حاسس أن أنت مش happy, you're not in the mood, you're not يعني flow, فأول حاجة حاجة اسمها spot your negative emotions. spot negative emotions معناها إيه؟ أن أنت يكون طول اليوم أنت شغال في مشاكل في emotions أو not welcome emotions, فمحتاج تعملها حاجة اسمها spot. يعني إيه spot؟ يعني تعالى يا negative emotion اتكلم معي. I notice أن أنت fear, I notice أن في anxiety, I notice أن في overwhelmed, I notice أن في ألم معين في حتة معينة في جسمي. So اللي spot دوان معناها إيه؟ معناها خطير جدا, معناها أن أنت ابتديت تتكلم أو تعمل dialogue أو to communicate مع ال negative thoughts, negative emotions أو negative physical reactions في جسمك. So when you start to spot, it means أن أنت ابتديت أول علامة في العلاج اللي هي إيه؟ إن أنا ابتديت أعمل communication with this negative emotions. So once I start إن أنا I spot إن أنا فعلا متضايق, إن أنا عندي overwhelmed, الاعتراف زي ما يسموها, ببتدي أروح لـ second step اللي هي اسمها talk. يعني talk, T talk يعني إن أنا ابتدي أقول مالك, عندك إيه, خير احكي لي, إيه السبب. تبتدي تشوف وتنزل للروت كوزز بتاعت التشالنج بتاعتك, تبتدي تجو ديبر, تبتدي تشتغل على الـ ليه اللي حصل لك الكلام ده. اكنك بتروح لدكتور نفساني وتقول له انا متضايق يا دكتور, او تتكلم مع واحد صاحبك وتقول له انا متضايق, فهو بيقول لك ليه احكي لي. بس هو بالظبط انت كلمه talk انت ممكن تعمل احكي لي. ولو انت you're not ready with verbal talk, ممكن تاخد ورقه وقلم كل يوم بالليل خلاص وتقول انا متضايق من كذا وكذا وكذا علشان كذا وكذا وكذا. فدي بيسموها poison letter او خطاب مسمم. وطبعا بعد ما بتخلص الخطاب المسمم ده بتقطعه. بس لو انت عملت spot and talk, معنى الكلام ده ايه؟ ان انت طلعت كمية negative emotions, negative feelings بره جسمك, التوكسكس اللي احنا بنتكلم عليها. والتوكسكس زين لو زادت بتعلي لك حاجة اسمها الكورتيسول level في الجسم بتاعك او الستريس هرمون. اول ما عملت السبوت اند توك, الستريس هرمون ابتدى ينزل, بيبتدي في هابي هرمونز اللي هي كورتيسول بتطلع والدوبامين والسيروتونين والدي اتش اي اي بيبتدوا يطلعوا في الجسم بتاعك علشان الكورتيسول نزل. ففي يو فيل ان انت في حد بيسمعك, في حد, في امل ان انت مشكلتك تتحل. فعملنا الاس والتي خلاص, اند ذن بنبتدي نعمل حاجه اسمها اي او اكت. يعني ايه اكت؟ يعني ابتدي اشتغل على وات از ذا سمبلست ثينج ذات اي كان دو, انا اي كان دو علشان احل مشكلتي. وخلي بالك انا شاورت على نفسي اللي هم بيسموها الانترنال لوكس اوف كنترول وليس الاكسترنال لوكس اوف كنترول. اشرح يعني ايه الانترنال لوكس اوف كنترول. انا هعمل اكشن انا كشخص اقدر استطيع ان افعله, وهو يكون حاجه صغيره جدا. الشرط الوحيد ان انا افعله, ان انا مش مستني حد يساعدني, مش مستني ماني تجيلي, مش مستني ريسورسز, حاجات بسيطه اقدر اعملها بنفسي علشان اي اوفركم النيجاتيف ايموشن اللي انا عملت له سبوت وان انا اتكلمت معاه. لما اعمل اكت
يعني ابتدي اشتغل على اوفركم النيجاتيف ايموشن دي، بيبتدي يحصل ايه في الجسم بتاعي؟ التستوستيرون بتاعي بيعلى. الاكشن بتخليك يفيل جود، والفيل جود ده بيخليك تنجز، والانجاز بيعلي لك هرمون اسمه تستوستيرون، وكمان بيعلي هرمون ثانيه وبرين كيميكلز كويسه جدا بتخليك تفيل جود اباوت يور سيلف. Once you start to feel good about yourself, والستيرون ليفل هرمونز والدوبامين عليت عندك، بتبتدي تعمل حاجه اسمها موتيفيت. الام موتيفيت يعني ايه؟ موتيفيت يور سيلف، كمل. يعني حفز نفسك على ان انت تكمل الطريق. الحته الموتيفيشن دي بتتكلم على حاجه اسمها الايكي جاي. ايكي جاي بالياباني معناها كلمه is the reason of doing whatever I do. What is the reason of ان انا بعمل الكلام ده؟ ايه الريزن ان انا بصحى اساعد حد معين؟ ايه الريزن ان انا بروح الشغل؟ فالريزن هو اللي هيخليك دايما to motivate yourself ان انت تكمل الاكشن. All the time remember what is the reason behind whatever you do. And if you remember the reason of whatever you do, this is called motivate yourself to carry on with the positive inertia. آخر حاجة promote، اللي هي I start to talk to myself, I start to talk to others, I start to talk to everyone على السوشيال ميديا، ان انا ابث للآخرين يا جماعة أنا I did 1 2 3 4 networks، يا جماعة I did this، I start to promote. أكنك كده عندك حاجة بتعملها promotion. يعني إيه بتبقى promote؟ يعني بتبتدي تذيعها للآخرين، بتبتدي تتكلم معها للآخرين. فالpromotion بيخلي السايكل تتم، ويبتدي يخلي حواليك positive energy جميلة جدا، علشان تبتدي ليسن النيجاتيف ايموشنز بتاعتك. ده الستام تكنيك، اتمنى يكون مفيد بالنسبه لكم. بليز دو ات ستام، اللي هي سبوت اكشن، سبوت توك اكشن، موتيفيت بروموت.